السيدات والسادة، أهلا بكم من جديد. نطالع أبرز ما جاء في الصباح الرسمية لهذا اليوم الثلاثاء 13 من حزيران لعام 2023. السوداني ونظيره المصري يرأسان اجتماع اللجنة المشتركة. الموازنة الثلاثية تنتظر مصادقة رئاسة الجمهورية. العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي. أمال اقتصادية كبيرة تعلق على طريق التنمية. 50 مليار دينار لإنعاش الأهوار. ورئيس الجمهورية يشدد على أهمية توطيد العلاقات بين بغداد وروما. عقد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الأحد مع نظيره الإيطالي سيرجون جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بما يخدم مصالح الشعبين. وقدم رئيس الجمهورية الذي وصل إلى إيطاليا في أول زيارة من نوعها لرئيس عراقي تعازيه إلى الرئيس سيرجو وللشعب الإيطالي بوفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيليفيو وإلى ذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدنا وبلدات إيطالية مؤخرا. يحتفل العراقيون اليوم الثلاثاء 13 حزيران بالذكرى السنوية لتأسيس الحشد الشعبي المجاهد التي تزامنت مع صدور فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الدين الأعلى السيد علي الحسين السيستاني في العام 2014. وذكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن فتوى الجهاد الكفائي وحدت الصفوف لمقاومة ودحر الإرهاب وتحرير المدن والقرى. وقال رئيس الجمهورية في بيان أمس الاثنين: نحتفل هذه الأيام بالذكرى السنوية لتأسيس الحشد الشعبي والتي جاءت بالتزامن مع إعلان المرجعية الرشيدة لفتوى الجهاد الكفائي في مواجهة تحديات الإرهاب وجرائم عصابات داعش البشعة. بانتقالة إلى الدفع الإلكتروني في قطاعيه الخاص والعام، بدأ العراق يدخل مرحلة جديدة على المستوى المالي، الأمر الذي يقلل من تداول العملة الورقية ويقلل أيضا الوقت والجهد، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد. مصارف وشركات صفرت عمولاتها حتى نهاية العام الحالي بهدف دعم قرار مجلس الوزراء القاضي باستخدام نقاط الدفع الإلكترونية POS في مؤسسات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة، والذي ينص أيضا على تقديم تلك المؤسسات خدماتها من دون استحصال أي مبالغ ضريبية من المواطنين الذين يمتلكون البطاقات المصرفية وبمختلف أنواعها. كما دخلت مكاتب البريد الحكومية هي الأخرى كمحطة لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالشراكة مع البنك المركزي العراقي. في سيكولوجيا الانحياز، مقال اليوم للكاتب سعد العبيدي، تقرأه لنا الزميلة بشرى حسين. نتابع. في سيكولوجيا الانحياز، مقال بقلم سعد العبيدي، يبين الجدل الحاصل حول قانون الميزانية والسلوك السائد في التعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان والمغالاة في سنن العشائر وأمور أخرى على سلوك إنساننا في وادي الرافدين من شماله حتى أقصى الجنوب، محكوم بقدر من الانحياز الرمزي للجماعة الخاصة، العشيرة، الطائفة، القومية، على حساب الانحياز المفروض إلى الجماعة العامة التي تشكل الوطن. انحياز تفوق مقاديره كثيراً ما موجود عند أقرانه البشر. ويضيف الكاتب، وبالعودة إلى الأرقام، تشير الأدبيات إلى أن الواقفين أمام الأرقام الأولى والوسط هم سكنة الأوطان السليمة نفسياً الذين ينحازون أغلبهم إلى الوطن ويعملون من أجله،
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوقوف في الوسط والبداية للأبناء لم يكن وقوفاً آلياً أو بالصدفة، إذ تعمل الدول في تلك الأوطان السليمة وتخطط لغرض تقويم سلوك الانحياز والدفع به نحو الوسط والأدنى، على العكس من مجتمعنا الذي لم يفشل في جوانب التقويم، بل وتسببت إداراته المتعاقبة من غير وعي منها في الدفع به تجاه الأعلى، حتى حل الانحياز إلى العشيرة على حساب المجتمع، وإلى الطائفة على حساب الدين، وإلى القومية على حساب الوطن. إنه انحياز من النوع التسلطي المخل نفسياً، تسبب في شيوع الاضطهاد السافر للأقليات، وانتشار الكفر في الدين والإلحاد، وعرقلة خطط التنمية، وانتشار الفساد، وإعاقة عودة النازحين، وبقاء التناحر والاختلاف ناراً تحت الرماد، وأمور أخرى تقتضي من الحكومة وضع برامج تعليم وإعلام تبقي انحياز الأبناء عند حدود الوسط، بغية الحصول على مشاعر سليمة تبني الوطن. أهلا بكم مجددا إلى الزمان. أعلن قائد شرطة ميسان عبد الخضر جاسم محمد فرض حظر التجوال المؤقت على حركة المواطنين والمركبات من قبل فوج المهمات الخاصة وسوات والجيش على خلفية نزاع بين عشيرتين أدى إلى مصرع شيخ عشيرة آل زيرج رعد شواي وجرح 3 أشخاص. وقال بيان تلقته الزمان أمس أنه على خلفية النزاع العشائري بين عشيرتي الوافل وبيت فيصل في ميسان تم فرض حظر التجوال المؤقت لضبط الأمن في الشوارع. وناشد أحد أهالي ميسان في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وطلعت عليه الزمان: نطالب من رئيس الوزراء محمد السوداني دعم المحافظة عبر إرسال قوة عسكرية أو فرض حظر التجوال المؤقت بعد قتل شيخ العشيرة بهجوم مسلح وإثارة حالة من النفير العام. أدى حادث سير أمس إلى مصرع العميد إدريس محمد مولود مدير شرطة قضاء خانقين وإصابة 3 من أفراد أسرته على الطريق الرابط بين كلر وخانقين. وتمكنت قوة من اللواء 7 الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات اللواء ومفرزة من الأمن الوطني من إلقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من 6 متهمين بينهم امرأة يستقلون عجلة نوع سازوسكي وتحرير مخطوف، حيث جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات عن وجود حالة خطف في منطقة اليرموك ببغداد تم على إثرها تشكيل فريق أمني مشترك. كشف البنك المركزي عن انخفاض سعر الدولار خلال الأيام المقبلة كاشفا عن رد المتلاعبين وإعداد خطط لرفع الاحتياط المالي والذهب وإعادة هيكلة المصارف الحكومية. وقال المحافظ علي العلاق في تصريح اطلعت عليه الزمان أمس أنه تم إطلاق عدد من التعليمات الخاصة بالتمويل بالعملات الأجنبية إلى الخارج مع انطلاق المنصة الإلكترونية لتلبية طلبات جميع حاجات القطاعات الاقتصادية وحاجات المواطنين الخاصة بالسفر والعلاج والدراسة، مبينا أنها أسهمت في تنظيم عملية التجارة عن طريق دخول مختلف القطاعات إلى القنوات الرسمية في التحويل والتخفيف من تقلبات أسعار الصرف التي وصلت في بداية انطلاق المنصة بالسوق إلى نحو من 160 ألف دينار لكل دولار. وأشار إلى التحسن الكبير في عملية منصة تمويل التجارة ومنصة الدفع النقدي. في الزوراء أكد مجلس القضاء الأعلى عدم شمول تاجر المخدرات بالإفراج الشرطي، وذكر بيان للمجلس تلقته الزوراء أن محكمة التمييز الاتحادية قررت بموجب قرارها المرقم 266 الهيئة الموسعة الجزائية 2023 المؤرخ في 30 من أيار لعام 2023 مبدأ جديدا بعدم جواز شمول المحكوم عن جريمة المتاجرة بالمخدرات بأحكام الإفراج الشرطي.
أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون انطلاق مشروع مختبر الأدلة الجنائية الرقمية، وفيما أشار إلى أن المشروع يدعم هيئة النزاهة في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد عوائده. أكد أن المشروع يسهل التحقيق بقضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه. وقال حنون في بيان تلقته الزوراء أن امتلاك الهيئة لمختبر الأدلة الجنائية الرقمية يجعلها قادرة على متابعة الأموال المهربة نتيجة جرائم الفساد، مشيرا إلى إمكانية الوصول للمعلومة عبر الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب التي لها علاقة باقتراف جرائم الفساد العائدة للمطلوبين. بدأ ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إجراء المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة عقب استقالة الحكومة يوم الأربعاء الماضي بعد يوم واحد على انتخابات مجلس الأمة التي أسفرت عن إخراق جديد للمعارضة بحصولها على نحو 35 مقعدا. وأوردت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن ولي العهد الكويتي استقبل في بيان صباح أمس الاثنين على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم عفوا ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبد العزيز السعدون، وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. في الصباح الجديد أفادت وزارة التخطيط أمس الاثنين بأن البطالة في البلاد أكثر مما أظهره تقرير World of Statistics المعني بإحصائية الاقتصادية للدول. وأظهر إحصائية نشرها الموقع أن العراق بات كثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي، حيث بلغ 15.55%. وبين الموقع أن تداعيات البطالة محسومة بعمق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية، واصفا الأمر بأنه مثير للقلق. أوضحت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي توقعاتها الخاصة بالعواصف الترابية والهزات الأرضية للفترة المقبلة. وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري إن موسم العواصف الترابية وتصاعد الغبار يبدأ دائما في منتصف شهر آيار من كل عام، مع بدء المنخفضات الجوية التي تشكل موسم الحرارة على الأرض أو الأراضي الهندية. وكانت تأثيراته واضحة جدا في العراق من خلال تصاعد الغبار الكثيف والعواصف الترابية التكرارية. قال خبراء إن مناورات الناتو العسكرية التي انطلقت أمس الاثنين في ألمانيا تعد أكبر مناورات جوية للحلف منذ نهاية الحرب الباردة، هي من أجل ردع روسيا عن حالة عدم اليقين بشأن الصراع الأوكراني. ويرى ألكسندر كامكين كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تدريبات الناتو هي رسالة روسيا في سياق الصراع الدائر في أوكرانيا. في الصحف العربية في الرأي، في تغيير لقواعد إطلاق النار المتبعة منذ أعوام، أصدر الجيش الإسرائيلي أمس تعليمات جديدة لجنوده تتعلق بكيفية التصرف لدى وقوع أي أحداث مريبة في المنطقة الحدودية مع مصر. وذكرت الإذاعة العسكرية أنهم في الجيش باتوا ينظرون إلى عناصر الشرطة المصرية الذي كانوا قبل 10 أيام شركاء على أنهم تهديد محتمل، وأضافت أنه حظر على الجنود الاقتراب من سياج الحدود الفاصل.
وطلب منهم المحافظة على مسافة وعدم التقدم إلا بموافقة قائد القطاع والالتزام بالإبلاغ والتعامل مع أي حركة غير طبيعية لأي جندي مصري على الجانب الآخر من الحدود على أنها عملية هجومية محتملة مع الاستعداد لإطلاق النار. في الأهرام المصرية في عرب وعالم تسجل 150 جريمة أو جريمة حياة برية في السنوات الخمس الماضية، حيث أكدت هيئة الادعاء العام الوطنية في روندا تسجيل 150 جريمة حياة برية في السنوات الخمس الماضية، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء عاجل ضد الصيد الجائر والاعتداء غير القانوني على الحيوانات. وكشف تقرير صدر مؤخرا عن الإبلاغ عن العشرات من هذه الجرائم والعديد منها ينظر أمام القضاء وتم إغلاق وتسوية العديد منها، لكنه أشار إلى وجود تهديد مستمر للتنوع البيولوجي وجرائم الحياة البرية العابرة للحدود. في الصحف العالمية الاندبندنت، إيطاليا تطوي حقبة سياسية بوفاة سيلفيو برلسكوني. توفي رئيس وزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو عن عمر ناهز 86 سنة بسرطان الدم، حيث قضى آخر 3 أيام بأحد مستشفيات ميلانو والتي نقل إليها يوم الجمعة الماضي لإجراء ما قال مساعدوه إنها فحوصات طبية مخطط لها مسبقاً. وشغل منصب رئيس الوزراء لثلاثة مرات بين عامي 1994 و2011 لمجموعة 9 أعوام، وكان عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا لحزبه اليميني وفورتستا إيطاليا وشريكا في الحكومة الائتلافية التي ترأستها اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مقطع فيديو نشرته حكومتها: كان سيلفيو محاربا قبل كل شيء، كان رجلا لا يخشى الدفاع عن قناعاته، وكان شجاعته وتصميمه بالتحديد ما جعله أحد أكثر الرجال تأثيرا في تاريخ إيطاليا. في واشنطن بوست في الخبر الأخير، إدارة بايدن تدرس مقترحات لإصلاح مجلس الأمن. إدارة بايدن تدرس مقترحات لإصلاح مجلس الأمن وإضافة دول دائمة العضوية بدون فيتو. أن الولايات المتحدة تحاول توسيع تأثير العالم الصاعد في الأمم المتحدة. وفي تقرير أعدته ميسي ريان قالت أن إدارة بايدن تعد خطة لإصلاح مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، وهي مبادرة يأمل المسؤولون الأمريكيون بأن يعيدون الثقة من خلالها لمؤسسة الحوكمة العالمية البارزة عبر الاعتراف بخريطة القوة حول العالم. وتقوم السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس بالتشاور مع الدبلوماسيين في المنطقة المنظمة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة من أجل الحصول على معلومات ومقترحات حول توسيع ممكن لمجلس الأمن الدولي قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة في الخريف المقبل. نعم أحبتي المشاهدين، لم يتبقى سوى كاريكاتير صباح مشاهد. نعم أحبتي، شكرا لكم ولإصغائكم ومتابعتكم.